أهلا بكم أصدقائي الأعزاء، معنا مزاج جميل وأيقونة من الأيقونات تحدي العواقب. صديقتنا الجميلة رغم أنها ولدت بدون ذراعين إلا أنها بقوة إرادتها وعزيمتها قدرت تتعايش مع الأعاقة وتعيش حياتها بشبه حياة طبيعية. باستخدام سقايا نجحت صديقتنا الجميلة في الوصول لمنصات التتويج وقدرت تتغلب على الأعاقة عشان تكون نموذج ملهم لكل متعدي الأعاقة. باستخدام سقايا صديقتنا الجميلة بتقوم بتنظيف فرش السيارة. صديقتنا الجميلة نموذج جميل وملهم لكل متعدي الأعاقة. بقوة إرادتها قدرت تلفت أنظار الجميع ليها وقدرت تواجه الأعاقة بكل شجاعة وعزيمة أسرة. بقوة الإرادة تقدر توصل لهدفك وتقدر تحقق حلمك وتقدر تتخطى كتير من القيود. صديقتنا الجميلة بتوضح لنا ازاي هي باستخدام أرجلة بتعيش حياتها تستمتع بيها. بقوة إرادتها وعزيمتها قدرت تتغلب على العواقب. أتمنى لها النجاح والتوفيق.